السلام عليكم اخوتي، تبعوا معنا. رجع عندنا واحد السيد والدار، قالك عنده واحد الكبرى واحد ويسكا عنده واحد الدار، قالك قتل لي القنايم، قتل لي القنايم وقتل لي الدجاج، وحنا ان شاء الله غاديين الى لقيناه ويتبع معنا ان شاء الله حتى النهايه. البلاصه فين شدينا داك الشريط هذا كاين ليه، قالك حل الواد حدا دارو، حنا غاديين ان شاء الله، حنا ما شفنا والو، حنا غاديين على الله، قالك تاد عليه، تبعوا معنا ان شاء الله حتى النهايه، وشكرا لكم، الله يحفظكم. دابا يلا ضربنا 22 كيلومتر كودرون، احنا دابا غادي نطلعوا مع البيست ان شاء الله. هاد البيست هي تقريبا غتكون شي 6 كيلومتر ولا 8، الله اعلم 6 ولا 8 غتكون هنايا. احنا غاديين دابا مع البيست، تبعوا معنا ان شاء الله حتى النهايه، وحنا غاديين ان شاء الله. وديما لايك وابوني، الله يحفظكم. العيسى ابراهيم، الله يجعل صدر ربي يحفظكم، وشكرا لكم. احنا دابا داخلين مع البيست ان شاء الله. هاد الجبل هذا راه قديم هنايا، هنا باش معلوم هنايا هو كيقول لي غير الحاج، هنا هو غير الحاج. هذا راه كان في الاستعمار، هذا الجبل هذا من الاستعمار كاين هنا. وانا كنت في هذا الواد من عندي 24 عام، وانا كنت في هذا الواد. هاد الناس عندهاش غاديين عقلهم باقيين صغار، تبارك الله كبروا، والديهم الله يرحمهم الله يولي برحمته داوزت عليهم، ديما كنت في هذا الواد هذا، واد أبدان. احنا غاديين ان شاء الله. كاين البيت تبارك الله، هاد البيت هي اللي كتقرنا شويه في الطريقين، حيت دابا كاين داك الواد حدا دوك الجبال اللي من هنا اللي كيبانو لينا كحلين قدام، وحنا غاديين على الله بشويه بشويه حتى نوصلوهم ان شاء الله، وقرب ان شاء الله نوصلوهم. وهاد السيد هو اللي جا لعندنا، ها هو قدامنا، تمشي وريدي لنا داك بوسكا إلا جابو الله، يا بسم الله يا فتح يا رزق. الكره اللي حميد غادي يقيم عرفتي واش ولا سنتي فيه لي زيدو مسؤول اني تسي مي تي الصندوق في يمين الصندوق هذا ديما كنت نجيب السبع هذا كان صندوق غريم غير صح الوالي الكره ونين غير بعدا كلي يقنين كنتي نقول لك والله كيف والله كنت هاد القنايه هي اللي بقات هنا كاع، قلت له هاد الناس القنايين وهاد القنايه اللي بقات هنايا، وغادي نحفر عليه على الله نجبدوه ان شاء الله، مع سيدي الله ان شاء الله يجيب لنا الفاس. لا محفور لا يتبسك
حدا دوك الناس اللي من هي الى ما نحفوا الى ما نضمروا وطرا هو ندل مع الجبل ندل مع الجبل هو دار مشى حتى الواد هو رجع ودخل في هاد الغار هنا وغير ديال اليوم حنا ان شاء الله غادي نمشيو نجيبو العتلة عند السيد نحفروا عليه وتقوم معنا والله يبعد علينا هاد الوباء هذا الزنزال هذا دوك الناس اللي ميتين راه خوتي هاد الناس كيعيطوا علينا باش نشدوا هاد بوسكا عندهم حدا الدار كل يوم القناين وقت اليوم الدجاج هما اللي عيطوا علينا راه جينا دوك الناس اللي ماتوا يا ربي ترحمهم يا ربي دير عطاهم بجنة دوك الصبيان حتى هما اللي ماتوا مساكن اللي ما عارفين والو دوك الدراري الصغار الله يديرهم حمام جنة ان شاء الله وانتم اخوتي والله ما عندنا لقينا ديال الصيادة ولا شي حاجة الله يبعد علينا هاد البلوج بس الله يبعد علينا هاد البلا يا ربي يبعد علينا هاد البلا قاعد دوك الناس المغاربة والحمد لله المغاربة راه متحدين متحدين الحمد لله على هاد الناس اللي ماتوا الله يجعل سيدي ربي يرحمهم ويغفر لهم الدنيا ولا في الأخيرة وهادشي اللي عطا الله الله يبعد علينا يبعد علينا هاد التنزال هذا وحنا غادي نمشيو نجيبو هاد العتلة باش نحفرو على هاد البوسكة راه دابا كيعيطو علينا الناس حتى هما مقهورين بهادشي ديال السم راه مشينا لتما شحال حفرنا احنا نزلنا راه لقينا هنا في هاد الغار هذا وعلى الله نمشيو نجيبو عندو العتلة ما داد لا الهك ولا الهك ها العتلة هي جاية بعد غيا نجبدوه هاد الناس دابا قالو صافي بوسكا خرج من داك الغار باش تدين عليه وجا مع هاد الجبل هذا على الله ثلاث ديال هو دخل لهاد الغار هاد الوسكا هدا راه جديد مازال قربا نزل مع الجبل ولا شافنا هو يطيح في هاد الغا الله أعلم يا بابا بابا غير هدا ها هو والله الا كاين ها هو بين طلع على الغير التيتانيين بوركا كبير تبارك الله والله الا كبير ها هو تبارك الله ما متعود صافي صافي تقداو لك انت كتاكل ليا تما هاي هاي هاي
صافي كتقول الدجاج وكتقول عباد الله ذوك العين عم تخوض الوالدين. شحال من قلنا كريتي اليوم عم تخوض، شحال من قلنا كريتي اليوم كتخرج الكبار ياك، كتخرج الكبار وكتر الصغار، خرجتي لهم كاع البهيم ديالهم يا كاع البهيم اللي جاب الله. ها هو وهاد قلت كادر طلع اليوم الديول لهيه، حفرنا عليه شحال، حفرنا كاع القروره ديال القنين الله يلا حفرناها، وقال لك سادين عليه، هو شافوه بالليل خرج ديك الليله سدو عليه، ولكن هو بوتكا مشى خرج اليوم. وهنا هذه هي بلاصه بوتكا، وتندوز موجود بوتكا هنايا، كاين تحرك بوتكا هنايا، وراه قال لك كيف يوم القنين وكيف يوم الدجاج. بابا عم تخوط وين؟ لا 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 باقي عندي حتى عليهم كاع المغاربة كاملين اللي كيجريو مع هذوك الناس اللي ميتين طوال دوار ومشاو الجمنع، الله يعاونهم الله يحفظهم الله يتاوي قلوبهم ان شاء الله، الله يجعل سيد ربي تلك مراتهم على خير. بغينا يا ربي تبعد علينا هاد البلاء هذا، يا ربي تبعد علينا على الأمة كلها، هي الأمة كلها ديال الإسلام، العرب كلهم الله يحفظهم الله يسلك أموراتهم على خير كما تسلك أمورات الصالحين. المغاربة حتى هما ديولنا راه الحمد لله كيتحدوا كيما مشاو، الاتحاد الاتحاد الخوات ديال المعقولين، الله يجعل سيدي ربي يرحم هاد الناس ويبقاو فينا، الله يجعل سيدي ربي يرحمهم، الله يجعل سيدي ربي يرحمهم ويدير عندهم الحسنى إن شاء الله. وأنتم أخوتي أنتم من كتشاهدوا معنا راه يتغدينا هاد الناس، الله إلا غير بيك شفا بين جيران الدواد بوتكا هذا، والحمد لله بعدا هو تفهمت الله حيدنا عليهم حتى هما راه كيطلع عليهم الدور وكل شيء. وشكرا لكم بزاف على كل الناس اللي كيتبعونا في القناة، الله يحفظكم وينصركم. هذا ولي كان مسكين صافي، دابا غادي نمشيو بحالنا، إلا كنت حيدك هنايا غادي نمشيو بحالنا. زيد هاد زيد هو زيد هاد الخنشة، زيد هو هاد الخنشة، زيد هو هاد الخنشة، زيد 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 هاد الخنشة، زيد زيد هاد الخنشة، هاد الخنشة باقي وهذا راه ختبانا، وهذا راه شماتها هذا، غادي نكمل هذا راه بغيتي تدب معايا ها، انت راه بغيتي تدب معايا بغيتي الراحة ياك، يلا هادشي تبغيتي، يلا تكا تكا تكا، قول عليك مالك صافي نهز الخنجة، لا ما نتبدلو معاك. هاد الناس العتيات ديالهم هيا باش كيسقيو